رجع تاني لماتش الزمالك والمصري، شايف ازاي نواجه المصري؟ المصري عنده لعيبه كويسه جدا، شايف مين يشارك في نص الملعب من الزمالك؟ يعني نص الملعب عندك وفره عدديه من اللاعبين، عندك الوردي، عندك روقه، عندك عمرو السيسي، عندك امام عاشور، عندك لعيبه دونجا كتير رجع. جدا، عندك دونجا كمان في مراحل الاخيره من التاهيل، لسه مش جاهز بنسبه 100%، ولكن عندك وفره من اللاعبين. مين اللي يواجه نص ملعب المصري وعندهم لعيب مايسترو اسمه الياس الجلاصي، لعيب مميز جدا جدا جدا. تمام، انا وجهة نظري، بص يعني احنا ما ينفعش احنا نحط التشكيل، احنا طبعا هنقول على الاسامي، صحيح. لكن هل مين فيهم الاجهز فنيا وبدنيا في خلال فترة التوقف الأربعة اللي قلت لك عليهم، وذهنيا؟ الوردي، رؤى، ايوه، إمام مع مين؟ عاشور، ما انا وعمرو دلوقتي السيسي. انا ممكن مثلا اقول لك عمرو السيسي، امام عاشور، مثلا رؤى مثلا. أنت رؤيتك الفنية، انا بقول لك مثلا، أنت عايز تلعب باتنين مثلا عندهم انا بقول لك مثلا قوة بدنية انا بقول لك أكتر، واحد بس هو اللي يبقى عنده ما بقولك انا الحتة الهجومية. بديك مثل، ممكن في المعسكر لا، ده الوردي هو اللي كويس جدا في الفتره اللي فاتت كلها، انت يعني اخر ماتش للوردي الناس كلها مثلا قلب عليه، انا شايفهم اللعيبه المميزه، انا شايفهم اللعيبه مميزه جدا كمان، مش مميزه بس، انت فاهم قصدي؟ صحيح. فانا لا، انا وجهه نظري امام، عمرو السيسي، وزكريا الوردي، دي وجهه نظري الشخصيه. تمام، حسب بقى حاله امام عاشور. تمام، مش تمام، هحط السيسي، هحط رؤى مكان امام، او رؤى مكان الوردي، واطلع عمرو السيسي قدامه، واطلع امام عاشور، ممكن العب باتنين بس اصلا. طب قول لي التشكيله كده من وجهه نظرك، التشكيله اللي انت بتتوقعها لنادي الزمالك امام مصر، خصوصا كمان بقول لك على الغيابات، كمان محمد عبد الغني هيكون خارج حسابات الجهاز الفني في هذه المباراه، طبعا بخلاف غياب الونش، اتنين اتنين اساسيين طبعا، الونش قوة اتمنى له قوة السلامه ان ضربة شاء الله. طبعا. أنا يعني توقعاتي طبعا هيبقى عواد حارس مرمى، ولو إن أنا وجهة نظري إن إحنا ممكن ندي صبحي في الكاس علشان يبقى عندي حارسين مميزين، صحيح. عشان ما يبعدش فترة كبيرة. صبحي من الحراس المهمين جدا جدا في مصر. تمام، صحيح. يعني لو ما أنا لو موجود، لا حدي صبحي، وممكن أريح عواد خالص وأقعد مثلا نديم، أو أقعد سيد عطية بديل. تمام، هدي مصطفى، طبعا مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد. تمام، هو دلوقتي احنا غيرنا طريقه اللعب، بقينا نلعب باربعه، ما بقيناش نلعب بثلاثه، ولو ان انا يعني حابب ان احنا نرجع تاني لنفس الطريقه بتاعتنا اللي نلعب بثلاثه ورا. تمام، دي كانت ماشيه متماشيه مع امكانيات اللعيبه بتاعتي. احنا اللعيبه حفظتها كمان، فاحنا دلوقتي مثلا بس خلي بالك احنا بنلعبها ثلاثة وساعات بنلعبها خمسة، يعني ثلاثة أربعة ثلاثة، وساعات مستر فريرة كان في الشوط الثاني بيقلبها ثلاثة خمسة اتنين انا لو انا يعني اللي أو مسؤول خمسة ثلاثة عن اتنين. المباراه دي، هلعب ثلاثه، هلعب حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، وهلعب حمزه المسلوسي. تمام تمام، هلعب في نص الملعب امام عاشور وعمرو السيسي، تمام اتنين ديفندرين، وهلعب ناحيه الشمال حسب بقى الحاله البدنيه، يعني عبد الله جمعه، فتوح رجع التدريبات تاني، بس حسب مين اجهز فيهم هلعبه، وهلعب الناحيه التانيه بسيد نمر. صحيح. تمام، هلعب قدام زيزو، وهلعب طبعا الجزيري مش موجود، هلعب زيزو، وهلعب سامسون، وناحية الشمال بقى حسب الحالة البدنية، ممكن مصطفى شلبي، ممكن نضاي خف، بس تقريبا استدعوه منتخب السنغال. تمام، فممكن ألعب مصطفى شلبي وسامسون وزيزو. هو نضاي على فكرة لسه برضه بيتقال لسه مصاب، يعني إبراهيم نضاي أتمنى له إن يعني شاء بيتقال الله حاجات يعني كتير، بس احنا يعني إنه يقوم بالسلامة، لسه عنده إصابة في العضلة الخلفية، ولسه في المراحل مرحلة التأهيل يعني التأهيل. طيب الأولى، يعني مفيش أتمنى مشكلة، له السلامة. على فكرة إن الزمالك عنده مصابين كتير جدا، فدي مشكلة عندنا بتواجه مستشفى كمان الفريق بعيدا عن الغيابات بقى أو مستشفى، المنتخبات ما دي اللي عين برضو، بتنتدب لعيبة من عين مش الزمالك يعني. خلي صح. بالك، ما دي برضو من سوء حظ المدير الفني، انا ممكن يبقى عندي انتدابات كتيرة وفجأة عندي 9 مصابين مثلا، 10 مصابين. صحيح. ده اللي حصل يعني على خلي فكرة. بالك، حصلت معايا انا في نادي الاتحاد سكندري، كنا رحنا كابتن طه بسر الله يرحمه، رحمة الله كان عليه. عامل تيم جامد جدا جدا جدا، وقعدنا 6 مباريات، كنت انا مصاب، انا و9 لعيبه مصابين، قعدنا 6 مباريات عندنا نقطه، يا نهار أبيض. قاموا ماشيين كابتن طه، جابوا كابرال، يوم ما كابرال اتعاقدوا معاه، يوم ما نزل الملعب ال9 لعيبه خفوا، فقعدنا 14 مباراه مكسب ورا بعض. يا نهار أبيض. فقالوا كابرال ده هو طبعا مدرب كبير، صحيح. انت فاهم، بس احنا بنتكلم لو ال9 لعيبه كانوا، لان وعمل التسعة جيل عظيم لعيبه مع نادي الزمالك، خلي تسعة بالك. لعيبه كانوا 9 من ال11 الاساسيين مع كابرال اللي كانوا مصابين، فانت بتتكلم لو ال9 كانوا مع كابتن طه،
كان زمان الموضوع اختلف، انت فاهم قصدي؟ فانا بتكلم في دي، ان انت كمدرب كمان بتبقى ممكن معاك سوء توفيق، ما انت صح. فاهم؟ بس انا توفيق بيتحكم في الحدوته كلها يعني، بس يا اما ليك يا اما عليك. بس كده، هي دي.